Guten Morgen, guten Morgen alle zusammen. Es ist 20 nach 9 in der Früh und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sabah al-Khair, Sabah al-Khair lil Jamir. Was sagt man hier? التاسعة وعشرين دقيقة أو عشرين ما بعد التاسعة مثل ما نقول في اللغة الألمانية وأتمنى للجميع عطلة نهاية أسبوع جميلة. موضوعنا لهذا اليوم هو مدخل في المقارنة مع الصفات. إذا عندنا صفات سوف نستخدمها للمقارنة بين شيئين، مثلا نقول في اللغة العربية هذا البيت أجمل من ذلك البيت، ها؟ أو هذه الفتاة أطول من تلك. إذا أجمل من وأطول من أيضا سوف نستخدمها بقوة في هذا الفيديو. هذا الفيديو من الأهمية بمكان، بحيث أنا جزأته إلى جزئين، اليوم نتناول الجزء الأول، وهي دعوة أيضا للجميع، لكم ولأصدقائكم، أن يتعرفوا على هذا الموضوع بالذات، لأنه مهم جدا لمستوى أتسفاي وحتى مستوى بأينز. فالذي يعني يدركه من الآن، من هذا الفيديو، من هذا الجزء والجزء الذي يليه، سوف يعني لن تكون له مشكلة في مستوى أتسفاي وبأينز. إذا موضوعنا هو Der Komparativ von Adjektiven. Der Komparativ هو المقارنة، von Adjektiven هي الصفات. إذا مقارنة مع الصفات الجزء الأول. Beispiele von Adjektive، جئت لكم بأمثلة من الصفات. Beispiele هي أمثلة، von Adjektive من الصفات. هناك صفات كثيرة متعددة، جئت لكم بالعديد منها. مثلا نقول klein، groß، langsam، schön، lang، alt، kurz، schnell، billig، viel، gern، gut، teuer، warm، hell، دونكل. إذا هيل مضيء ودونكل خافت، ضوء خافت. إذا هذه الصفات هي الآن في حالة نومينتيف، حالة العادية، ولكن سوف نلاحظ مدى التغيير الذي يحدث لها عندما نستخدمها كمقارنة بين شيئين. نأخذ مثال على ذلك، نقول داسك لايت كوستد 50 أورو. إذا داسك لايت الفستان كوستد يكلف 50 يورو. نقول دير أنسو كوستت 99 يورو، البدلة تكلف 99 يورو. إذا دير أنسو كوستت 99 يورو. في اللغة العربية ممكن أن نقارن الآن في اللغة العربية، فنقول مثلا الفستان أرخص ثمنا من البدلة، أو أرخص من البدلة مباشرة. وأيضا ممكن نقول في اللغة العربية أيضا البدلة أغلى من الفستان. إذا أرخص من، أغلى من، هذا الذي سوف نستخدمه الآن في اللغة الألمانية. فنقول مثلا Das Kleid ist billiger als der Anzug. إذا Das Kleid ist فعل billiger. إذا هنا الصفة التي نستخدمها الآن، billiger أصلها كان billig، ولكن نحن أضفنا لها عند المقارنة AR وأضفنا ALS. تتذكرون في المثال العربي قلنا أجمل من، أرخص من، إذن billiger ALS. إذن ALS هنا تأتي بمعنى من الآخر، من الشيء الآخر، billiger. إذن أضفنا AR للصفة billiger ALS der Anzug. نذهب إلى البدلة، فنقول عليها Der Anzug ist teurer als das Kleid. البدلة هي أغلى من هذا الفستان. لاحظوا teuer، teuer، أين teuer؟ teuer، teuer هنا، أصبح يعني حدث عليها تغيير. أولا حذفنا الإي منها، الإي الموجودة هنا، وأضفنا في نهايتها AR ثم الألس. إذن Der Anzug ist teurer als das Kleid. نذهب إلى مثال آخر بسيط، نقول دي فونونج إست 60 كفترات متر جروس. إذا دي فونونج الشقة هي 60 كفترات متر، إذا 60 متر مربع جروس. هنا تأتي بمعنى جروس كبرا أو حجما أو حتى مساحة. إذا الشقة 60 متر مربع.
نذهب إلى البيت نقول This house is 100 أخسي كفترات متر gross. هذا البيت هو 180 متر مربع كبرا أو حجما أو مساحة. هل ممكن أن نقارن بين الاثنين؟ هل ممكن أن نقول في اللغة العربية الشقة أصغر من البيت أو البيت أكبر من الشقة؟ نعم، إذن في اللغة الألمانية أيضا نستطيع أن نقول ذلك، فنقول Die Wohnung ist فعل، كل جملة تحتاج إلى فعل وهو موقعه دائما في المرتبة الثانية Die Wohnung ist. إذن هنا سوف نحتاج إلى adjective، إلى صفة التي هي klein. إذن klein موجودة في أول الكلمة klein، نضيف لها er ونضيف als. إذن نقول Die Wohnung ist kleiner als das Haus. نذهب إلى البيت فنقول هو أكبر من الشقة، نقول Das Haus ist، ist الفعل، لا ننسى الفعل دائما، größer als. إذا سوف نستخدم أكبر، وهنا أكبر موجودة groß، ولكن لاحظوا التغيير الذي حدث عليها. أولا الأو أصبح أو أملاوت، مثل ما نقول Österreich. إذا größer وضفنا er، إذا größer، größer als، أكبر من Die Wohnung. إذا Das Haus ist größer als Die Wohnung. البيت هو أكبر من الشقة. هذا كان مدخل بسيط لفهم الأمور، ثم سيكون لدينا الجزء الثاني، وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع جميلة لكم.